ربنا معنا ركزوا معنا وفقكم الله. نعم أنا أشغل الجهاز. نعم هم لا يحضر هم هذا دقوم إذا حضر كاملا. أين الرئيس؟ رئيس فخري أنا أنتظر رسالة من رئيس فخري الآن لم يرسل لي. أنا فخري موجود؟ نادر. نعم أطلب من الإخوان أين رقمي حتى أتراسل يا شيخ فخري. جيد يا رئيس؟ رئيس فخري؟ نعم حتى أستطيع أن أنظر إلى ستاتوس WA Fakhri ini. Mana Yudi Fenifi status WA ini? Halo lihat di risalah khosah li shin wasad minan nas. Am risalah adiyah fakat. Baik. Aliyum ya ikhwa, wafakukun ni wa rahimani wa rahimukun Allah jami'an. Senatana wal mu'in nuktatain itnatain fakat. Al-awal anna hamiyat ta'allumi ثقافة الداعية وثانيا عن ترجمة المؤلف. طيب من هو مؤلف الكتاب يا إخوة؟ الدكتور يوسف القرضاوي. أنا وهي أهتم بمثل هذا حتى لا تسأل في مجتمع. نعم يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد ماذا تدرس في هذا المستوى؟ أنا أدرس ثقافة دائمة. أوه ما شاء الله. من هو مؤلف؟ نسيت. كيف يعني؟ أقول المستوى نسيت. أنا لوبا. لوبا بيبو. Saya lupa ini yang siapa ya? Aduh, nanti nah saya cek Google dulu. Kayak ini takulah tapi mustahil atau stay. Ada apa? Oke. إذا إخوة كونوا معنا كيف حالك يا شيخ رحمت ما شاء الله أستاذ رحمت يبقى معنا يتحمل يتحمل من الرغبات والمشاعر يتحمل كل من العقبات يعني ما شاء الله يعني قولوا له لو بثبات الاستقامة يا شباب آمين أستاذ رحمت Wah Syekh Faik, anta itu kata kamu dari raja huna, anta huna ya Syekh Faik oh murur papatin. Am si Zubro ya, setelah ajli akhdi jawa si Safar. Ya sarah, masyul. Hai, untuk nanti saya ibu. Jadi, ini nih kok asyik saya mojuda. Mojuda. Hai, alam ahamiyah di sakafat ibda'i. طيب النقطة الأولى يا إخوة لماذا نذكر أهمية يا إخوة حتى تكون لديكم حماسة والاهتمام والاستشعار تجاه هذه المادة دي نصيحة يا إخوة حتى تحب مادة ما أو حتى تشارك يعني عندك مسؤولية الشعور يعني تجاه مادة ما لابد أن تعرف ما هي أهميتها وإذا عرفتها بكل سهولة يعني تستطيع أن تنجح في تلك المادة إن شاء الله بإذن الله تعالى. دي لأن أهمية من ثقافة الداعية ما هي؟ الأول الأمر من الله تعالى بالسير في الأرض ليش؟ لتدبر وتأمل تجاه أحوال الأمم السابقة. طيب أريد قارئا يقرأ لنا بصوت جي بقراءة جيدة من يقرأ لنا مشاركة يلا عبد الغفور عبد الغفور عبد الغفور بسم الله أقول فيم يلا قول فيم تفضل قول فيم أي رقم أنت يلا اقرأ لنا متعنا بصوتك الجميل متعنا أو متعنا يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا
أوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون الله يا سلام يا سلام أي صوت هذه يا شيخ القيم الله أكبر هذا إمام كبير يوسف سيد يوسف يا سلام أوكي الله 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 هنا شاهد فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم هناك أمر من الله أفلم يسيروا أنتم تسيرون في الأرض من أجل النظر إلى أحوال الأمم السابقة لتأخذوا منهم عبرة لذلك العلماء تطبيقا من هذه الآية من هذه الآيات يسافرون إلى البلدان كثيرا من أجل طلب العلم والنظر وتعلم من الأحوال من الأمم الأخرى لذلك أعطيكم هنا يا طلاب ببئة إني بالشعر للإمام الشافعي أنا أقرأ ثلاث أبيات والطالب للمشارقة يقرأ أربع الأخرى قال الإمام الشافعي رحمه الله ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واقترب سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب طيب مشارقة بالقراءة الطالب يقرأ الشعر لا سيما طلاب بها لا بد أن يجد القراءة الشعري من يقرأ لنا من قاسم أحمد قاسم تريد عجيب رحمة قاسم أنت مع نصر الله أين أنت؟ مع نصر الله صار مجانين يا الله والأسد ونقص أسد والأسد والأسد لولا فراق الأرض ما افترست ما افترست والزحم لولا فراق القوس لم يسد والشمس لو وقفت والشمس في طلق دائمة لمن لها الناس من عجم ومن العقل من عربي والتبر ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تقرب هذا عز مطلبه وإن تضرب ذاك عز كالذهب يا سلام بارك الله فيك فمن الأسد لو وقفت في الفلك الفلك البحر سفينة الشاهد من هذا الشعر يا إخوة إني رأيت وقوف الماء يفسده الماء إذا وقف فاسد حتى هناك نهي يعني في البول في الماء الدائم الذي لا يجري أنتم درستم يعني في أي مستوى حديث النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري إن صح طاب هذا الماء إذا كان يجري يصبح طيبا يمكن شربه ماء النهر يمكن شربه وإن لم يجري لم يطب فهكذا العلماء يسافرون يعني يرتحلون إلى بلدان كثيرة حتى تقوم لديهم يعني ثقافة واسعة هذا مصداق من قوله تعالى ماذا؟ فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم إذن الأول إيه؟ الأمر من الله تعالى بالسير في الأرض لتدبر وتعمل النقطة الثانية إخوة طبعا المسلمون لو درسنا في سيرة النبوية عرفنا أن المسلمين كانوا في فترة ضعف فماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالهجرة يعني فرارا بدينهم من الفتن لكن من فقهه وثقافته الواسعة يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين بالهجرة إلى أين؟ إلى الحبشة الحبشة حبشة. إلى الحبشة هنا مكتوب موجود إلى الحبشة دي؟ إلى الحبشة لماذا هنا لو تسألنا
لماذا يأمر المسلمين بالهجرة إلى الحبشة لا يأمر إلى اليمن أو إلى مصر أو إلى الشام أو إلى الفرس؟ لأنه يعرف أن الملك الذي يحكم في الحبشة هل رجل عادل أو رجل ظالم؟ هذا هو أنه كان يعرف أن ملك الحبشة يعني النجاشي هنا، قد علم أن أصحابة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتن. هذا هو، هذا من مدى ثقافته الواسعة تجاه البلدان. انظر هنا مكة وهنا الحبشة، يعني يجتاز البحر هو. هنا اليمن أقرب بدون السفر يعني عن طريق البحر، لكن لا يأمر إلى اليمن، لا يأمر إلى اليمن، لا يأمر إلى الشام ولا إلى مصر، يعني إلى الحبشة لعلمه أن ملك النجاشي هنا ملك عادل لا يظلم منه أحد. فهذا من مدى ثقافته التي كانت عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني عنده ثقافة واسعة. تصور أنه كان يسكن في صخرة فقط، يعني لا يعرف الأشياء، يسكن في حجرة يعني صغيرة هكذا فقط لا يعرف الأشياء، لا يستطيع أن يوجه المسلمين إلى أي مكان يهاجر إليه. هذه نقطة ثانية مستنبط يعني من الهجرة إلى الحبشة. النقطة الثالثة يا إخوة، دعوة الملوك. طيب مشاركة بالقراءة، من يقرأ لي الحديث؟ أنا يا أستاذ. أنا يا أستاذ. من؟ مسؤول. أنا تفضل. نكبر الشاشة أولا. أنا على الله أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصفا وإلى النجاشي. وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوه من الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. إذا قلنا يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم له ثقافة واسعة، عنده رسالة يريد أن يبلغها لدى الملوك، يعرف أن هذا يحكم هذا، هذا يحكم هذا. مثال كسرى هنا يحكم أي بلد؟ كسرى هنا هل يحكم الروم؟ كسرى ماذا أي بلد يحكمه مصر؟ كسرى الفرس. الفرس دي قيصر، يعني قيصر معروف. قيصر ماذا يحكم أي بلد؟ روم. هذا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أنا وثقافة واسعة، أسألكم من أجل تجربة، تجربة فقط يا إخوة. طيب ما اسم رئيس أمريكا الآن؟ جو بايدن. جو بايدن. أنا سألت فصل أخوات وقال دونالد ترامب. لا خلاص دونالد ترامب يعني انتهى عقده. جيد، من رئيس روسيا الآن؟ هل تعرفون أم لا؟ سأقول فلاديمير بوتين. فلاديمير بوتين. جميل. من هو رئيس فرنسا الظالم الذي يستهزئ بالنبي ورجل ظالم؟ ماكرون. وبالمناسبة يعني لا حدث ولا حرج، ماكرون هذا تزوج بمدرسته وكان الفرق بينه وبين زوجته 20 عاما، كأنه يتزوج بامرأة شيخة، نعوذ بالله. ماكرون إذا مثل هذا ينبغي لنا أن نعرف أن هذا الرئيس ظالم. إذا كيف يعني نسافر إلى هذا؟ هناك رئيس إني عدل لا بأس به، يعني من الرئيس ومن دولة الكافرة، لكن يعني منصف نوعا ما. مثلا رئيس كندا يعني يستقبل عدد من المسلمين للهجرة إلى كندا، هل تعرفون من رئيس كندا؟ جاستين ترودو، يعني له إنصاف نوعا ما للمسلمين، نوعا ما يعني كان يستهزئ بطالبان أيضا. طيب معلومات، فهذا إخوة لدلالة على أنظر هذه الرسالة التي
أرسلها الرسول إلى هرقل عظيم الروم. منتزه موجودة ما شاء الله. إذن الخلاصة يا إخوة ثلاثة من أهمية ثقافة الداعية، يعني الأمر من الله تعالى بالسير في الأرض، الهجرة إلى الحبشة، ودعوة المرور. ونلخصه طبعا إنه أمر من الله تعالى أن يكون لدينا ثقافة واسعة، يعني كيف طريقة بالسير في الأرض، ثم ثانيا الاقتداء بمن؟ بالنبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. صلى الله على الحبيب قد أسأل طالب من فصل باء، نعم يا فقيه زين العابدين مثلا، اذكر لي واحدا من أهمية ثقافة الداعية مباشرة. فقيه يعني زين العابدين يجيب. نعم، أين فقيه موجود؟ موجود لا يا جميل، كنت من حلقتي سيم لا فقيه صحيح، وكذلك الفوازين هنا، فوزان كذا فوزان هذي مثالين. طيب الآن ننتقل إلى ترجمة المؤلف، ألا وهو الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. طيب قبل أن أشرح هذا لكم، هل تعرفون من أي بلد جاء الشيخ؟ من مصر. من مصر. مصر. مصر جميل. لكن هل يسكن في مصر الآن؟ لا لا لا. لماذا لا يسكن في مصر؟ كونوا معنا نشرح هذا لكم في هذه الحصة بإذن الله تعالى. طيب الآن يا إخوة نتحدث عن ماذا، عن نشأته، يعني أين من أين جاء، أين ولد الشيخ، في أي سنة، ثم نتحدث عن طلبه للعلم، متى يحفظ القرآن، في أي سنة من عمره، ثم ماذا حدث في وقت شبابه، وما هي الأعمال التي يقوم بها، وكم عدد الكتب التي كتبها، وما أشهر كتبه، ثم نذكر لكم بعض المواقف والآراء والملاحظات عليه، ونبين لكم يعني كيف موقفنا معه بكل إنصاف بإذن الله تعالى. طيب ولد الشيخ إخوة في قرية صف التراب، يعني في مصر، في أي سنة؟ 1926. والآن لازال هيا يرزق، وكان قبل فترة أصيب بكورونا لكنه تحسن بفضل الله عز وجل، لازال هيا يرزق. إذن من يجد الحساب يحسب كم عمره الآن؟ 2021 أنقص 1926، إذن كم عمره؟ كم عمره؟ 95. يعني حفظه الله سبحانه، رجل مسن يعني كبير السن ما شاء الله. دي ولد في قرية صف التراب بمصر. اهتم بهذا، ولد في سنة 1926. أضع لكم سؤال في الاختبار مما يلي، متى ولد الشيخ؟ ألف 1926، باء 1928، جيم 1924. أنتم تعودتم على شكل الأسئلة عندي، صحيح ولا؟ هذا هو. ثم طلبه للعلم، طبعا كان توفي والده وعمره سنتان عامان، فتولى تربيته عمه، ولكن مع ذلك كان يجتهد في دراسته حتى إنه يحفظ القرآن وهو دون العشرة. سبحان الله، كان ولدا صغيرا يحفظ القرآن قبل أن يبلغ 10 سنوات، ونحن يعني كنا قبل 10 ماذا نفعل؟ نلعب PS مثلا، نركب دراجة يمين شمال، من لعيانا نرنشي وإلى آخره، بينما هو سبحان الله يهوى يحفظ القرآن وهو من دون العشرة من عمره. سبحان الله،
دي فذلك يلتحق بمعاهد الأزهر. طبعا هو أزهري إخوة، وكان دائما في طليعة، يعني بمعنى أنه دائما في الأوائل، دائما ممتاز يعني ما شاء الله. فذلك يلتحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، كذلك حصل على عالمية، ودائما يعني في ترتيب الأول بين زملائه. كذلك حصل على دبلوم ويواصل دروس مرحلة الماجستير، بعد ذلك حصل على دكتور بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، هذا ما يطلق عليه كوم لاود. كوم لاود هنا ليس كوم لاود لكن توم لاود، هذه امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. إذا هذا هو، كان يحفظ القرآن دون العشرة من عمره، وكان دائما في الأوائل، دائما ممتاز ما شاء الله في الدراسة منذ أن كان في معاهد الأزهر حتى يصل إلى دكتوره. يا سلام، فهناك يعني تشجيع لنا جميعا يا إخوة، نحن نستهدف في الدراسة ليس أن يقال أنه ممتاز أنه كم لور، لا، لكن من أجل العلم، من أجل الأمة التي نحن ندعوهم إلى الإسلام. هذا في وقت شبابه، وما الهدف في وقت شبابه؟ تعرض الشيخ للسجن عدة مرات، ما سببه في ذلك؟ انظروا، لانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، لذلك قد يطلق عليه إخواني إخواني، عدوه لأنه ينتمي إلى إخوان المسلمين. سجن عدة مرات في عهد الملكي وفي عهد الجمال عبد الناصر، يعني هذا في عهد سقرنايم. سجن عدة مرات حتى هاجر إلى قطر، إلى الآن ويسكن في قطر، لا يسكن بمصر، لأنه لو باقي في مصر لسجن أو يحكم عليه بالإعدام. هذا هو ما حصل في وقت شبابه، هاجر إلى قطر بسبب يعني انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين. ولو قصة طويلة يعني لا نتحدث عنها، ابن مجل المعرفة أن نبين لهم. وطبعا السجن في مصر يا شباب من أسوأ السجون في العالم، لعل منكم من يشاهد قتيبين يعرف أن مسعد الزامن كان كاد أن يقبض عليه لأنه يبيع ماذا في قتيبين، من كان يشاهد قتيبين؟ يبيع تيب يعني ظن الشرطة على أنه مخدرات على كذا، وإذا بيتب يعني يؤكل يطبخ. السجن نعوذ بالله في مصر هو من أسوأ السجون في العالم، انظر هذه هي أحوال المسجونين في مصر، نعوذ بالله، انظر السجناء يسكنون هكذا مثل توعي هنا إخوة، نعوذ بالله إخوة. لذلك السجن الوحيد ذكر في القرآن في أي سورة؟ أي حفاظ؟ يوسف، في سورة يوسف. وأين هذا؟ أين هذا السجن؟ أين مكان السجن؟ مصر. يوسف كان في مصر. ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، إلا تصل عني كيدهن أصب إليهم وأكون من الجاهلين. هذا هو، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وكثير من العلماء يا شباب، نبي الله يوسف من علماء الشيخ أحمد بن حنبل، الشيخ الإسلام بن تيمية يسجنون، فهذا كان كأنه يعني مدرسة للكبار يعني، سبحان الله. نعم، على أن ننتقل إلى وظائفه، له وظائف كثيرة جدا، وكان عميدا في معهد في قطر، كذلك ينشئ ما يسمى فيما بعد يعني بجامعة قطر. أنا أريكم كذلك يذهب إلى الجزائر ثم يتزوج بالجزائرية بعد ذلك. مصر الرحمن يسافر من سلاويسي إلى سندا هنا ثم ما يجد أو يجي إلى سلاويسي ما ندري، ولكنني عم في غد عمي كما شاعر. هذه جامعة قطر، قطر يونيفرسيتي، جامعة قطر تحقق المركز 300 عالميا في تصنيف تأسيس الجامعات، يعني 300 رقم 300 عالميا، هذا يعتبر ممتاز يعني.
ini karena mimma isahim fi bina'i jami'ati khatam ini syekh fadilatul syekh ini Yusuf Al-Qardawi wa kana amidan fi hadihi al-jami'ah. Masya Allah. Kedalika ikhwa kana ra'isan fil ittihad al-alami li ulama'i al-muslimin wa kedalika ra'is al-majlis al-urubbi lil-ifta'i wal-buhus. Hadihi ikhwa مشهور جدا منظمة عالمية إسلامية عالمية يعني الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كان يرؤسها الشيخ لكنه تقاعد بعد ذلك والذي يصبح رئيسا من بعده هذا الشيخ يعني دكتور علي قرهداجين الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما شاء الله وكان رئيس مجمع البحوث والإفتاء في أوروبا لأن عدد المسلمين في أوروبا كثيرا قليل أسألكم الآن كثير كثير الحمد لله كثير هم بحاجة إلى من يعلمهم دينهم بحاجة إلى الفتاوى لذلك أنشأ الشيخ يعني هذا المجمع يعني فقهي للإفتاء والبحوث. انظر يا شباب أطول مدة الصيام في العالم أين يكون؟ في أوروبا في إسلانديا. انظر كم ساعة يصومون هنا ما شاء الله يعني كم ساعة يصومون هنا انظر 22 22 ساعة ليس سنة ساعة ما شاء الله عندي هذا يعني يحتاج إلى الإفتاء يتبين لهم. فرنسا هنا أكثر دولة في أوروبا عددا للمسلمين لذلك مقرون هنا كان يقرأ الإسلام قرها شديدا لأنه ينظر إلى عدد أن المسلمين يقصرون في فرنسا دي. هذا هو فهم بحاجة إلى الإفتاء والبحوث لذلك الشيخ ينشئ هذه منظمة الإسلامية ما شاء الله. إذن كان مديرا بمعاهد مصر وقطر والجزائر عميد في جامعة قطر إلى الآن أو لم يلاقي هل يتعقد أم لا. فذلك كان رئيس عضوا لمنظمة إسلامية العالمية ما شاء الله. جيد الآن يا إخوان نتحدث عن كتبه. قال هنا أن عدد الكتب كثير جدا تقصر تزيد عن 470 كثير جدا لكن أنا أريد أن أشير إليكم إلى ثلاث كتب مهمة فقط منه. أولا الحلال والحرام في الإسلام هذا كتاب يعني يتحدث عن الأحكام الشرعية لأنه في المجتمع أكثر ما تسألون في المجتمع أسئلة في العقيدة وأسئلة في الفقه. أسألكم الأسئلة في الفقه أسئلة في الفقه لذلك هذا الكتاب جميل ومفيد هو الحلال والحرام في الإسلام هذا هو. ثانيا فقه الزكاة هذا جميل جدا لمن يريد أن يركز ويوصل دراسته في اقتصاد الإسلامي إيكونومي إسلام جميل لأن هذا الكتاب يعتبر مرجعا أساسيا فقه الزكاة وفي الفقه أقليات المسلمة. أنا أريكم الكتاب جيد. أولا الحلال والحرام في الإسلام ثم فقه الزكاة سبحان الله. كثير من الأساتذة الآن يواصلون دراسته إلى أويكا إلى الاقتصاد الإسلامي وسبحان الله في هذا القسم هناك منح دراسية. إذن الدراسة الدراسة مجانا إخوة دون رسوم. يا سلام رائع. وبينما كنت في أويكا أدفع رسوم يعني إذا حسبناه من أول لآخر قد يبلغ 50 مليون إخو هكذا يعني يطلب العلم. لكن سبحان الله في الاقتصاد الإسلامي العالم منكم أن يواصل فيما بعد لا بأس ليس ببدئة لكن واصلون إخوة غالبا هناك منح دراسية طيب. فذلك في فقه الأقليات المسلمة لعل منكم من يشبه داعيا في أوروبا داعيا في ألمانيا داعيا في فرنسا. ها هذا الكتاب جميل ومفيد لأجل إفتاء وأنت في بلد غريب هناك دي. قبل كورونا هناك كنت رأيت منشورة مثلا برنامج رحلة دعوية مثل كذا ويرسل عدد من الدعاة إلى أوروبا إلى أمريكا هذا جيد ومفيد
لكن الآن بسبب كورونا توقف البرنامج. جيد. هنا وقع يا إخوة. رسول صلى الله عليه وسلم قد يخرق رأس شخص واحد بينما كتاب واحد قد يخرق آلاف رأس. ذلك نابليون بونابرت كان يقول aku lebih takut dengan seseorang yang memegang pena atau penulis daripada prajurit yang gagah dan bersenjata lengkap. Maka dari kemunakan makulah masal ibilu adliziyah, the pen is mightier than this word hadau. Kitabatuka yani akwa bimujin mujarad ay silah. Ibushir lahu kutub kithira, Masya Allah, ini ada tahfiz lana dikaina syahidati dirasa kamisli huwa kithana yastahid fi dirasa. Baik. Idan, kam kitaban dakarna halakum, ini min ahami kutub syaykh, kam kitaban ikhwa? Intamubiha. طيب الآن إخوة بعض المواقف والآراء أنا أبين لكم هذا مهم. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يسألك أنت ماذا تدرس في هذا المستوى؟ أدرس في ثقافة دائية. طيب من مؤلف؟ يوسف قرضاوي. يوسف قرضاوي؟ كيف أنت تدرس في يوسف قرضاوي؟ كيف؟ هو إني يستهزئ بك ويسخر منك حتى تستطيع أن تجيب له وتتبين له. أنا أبين لكم هذا جماعة. فضيلة الشيخ هنا كان يفتي بجواز العمليات التفجيرية الاستشهادية يعني في فلسطين أو ما يسمى ببومبولوديري. لكن كما قلت يا إخوة في أي دولة؟ في فلسطين. دولة في فلسطين. في فلسطين يا إخوة انتبهوا. نعم أن الشيخ كان يفتي بجواز هذه العملية التفجيرية الاستشهادية ليس لكن ليس على إطلاقها لأي بلد لائم. كان يفتي بجوازه في فلسطين. لذلك منعت بريطانية هنا منح تأشيرة الدخول. يعني منع من دخول بريطانية وأمريكا ومصر وما إلى ذلك حتى إنه دخل في قائمة جديدة للإرهاب. هنا يقول العمليات الاستشهادية يعني طلب شهادة أن يكون شهيدا أعظم صور الجهاد يعني يقصد به بمنودري. لكن كما قلت يا إخوة مرة أخرى هو يقصد به هذا الفتوى إلى من يا إخوة؟ إلى أي بلد؟ فلسطين. فلسطين. لا تفهم خطأ. إذن في إندونيسيا نقتل الكفار نفجرهم لا ليس هكذا. انتبهوا حتى لا يقال لكم شيء وكذا إلى آخره. انظر هل هي مثال العملية تفجيرية لأن يدخل المجاهد هنا ويفجر نفسه في حافلة ما يعني بما فيها من اليهود الذين يحتلون فلسطين. طبعا كما قلت فلسطين الآن محتلة أم محررة؟ محتلة. محتلة. لذلك هكذا منهم. لذلك منع من دخول بريطانيا وأمريكا حتى في إلى مصر. لا يمكن إذا دخل مصر يقام عليه بالإعدام حكم الموت. لماذا دخل في قائمة الإرهاب هنا؟ إرهابي ما شاء الله. مثاله أيقونة الإرهاب الإخواني. مثاله إخوة كمثل هنا مانكي ديلوفي هنا wanted dead or alive ya Masya Allah. Dakhala fi qaimatil irhab wanted. Ya. Fasyahid min huna ya wa ana hakal. Kana yufti bi jawazi dalika lakin kama qutu fi Filastin la yasudu bi jami'i buladil muslimin. Ya hada. Suma idan ya ikhwa ba'ahu ba'dul mawaqifi wal ara' ya qad يعني نقول يعني نحن لسنا معهم في ذلك. مثال رأيه في لبينا الأغاني والموسيقى. كذلك رأيه في حلق اللحية. كذلك له رأي يعني يخالف الجمهور في ختان المرأة. كذلك كان يريد التقريب بين أهل السنة والشيعة لكنه توقف بعد ذلك بعدما رأى أن الشيعة خلاص بعيدون عن الإسلام. أنا أذكر لكم هذا حتى تعرفوا حتى لا تقعوا في خطأ. يعني كل جواد كبوه يعني تيادة دين ينفع
Ya ada gading yang tak tak ada. Jadi kulli jawadin kabwah. Karena syih ya syabab lahu ra'in mada. Yaqul laysa kamdur laysa kullu gina'in lagwan annahu yaqul bi hukmi 'ala wifqa niyyati sahibi kana yaqulu bi jawazil gina' lakin intabihu asy-syekh ya'ti bil quyudi wasyurut wa na'udzu billahi min fi hadha zaman ba'da talabati al-'ilmi yaqul al gina' yajuz qala bihi ماذا ابن حزم في كتابه المحلى يقول به شيخ يوسف القرضاوي في كتابه وماذا إلى ذلك مع أن هذا الذي يقول بجوازه يأتي بالقيود والشروط انتبهوا يا إخوة أنتم في مصر الخامس لابد أن تكونوا على فقه وعلم الشيخ يأتي بالقيود هذا موجود في موقع له خاص لابد أن يكون الموضوع مما يتفق وتعاليم الإسلام وآدابه الآن أسألكم لغو دمدوت يا إخوة لغو دمدوت لغو دوغم أجب أجب مثل هذا هل يتفق مع تعاليم الإسلام أم لا؟ لا يتفق تماما عنواني عنوان ديريكان أكو yang kedua مثلاً selingkuh لاي 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 panggil aku ini مثل هذا كيف يعني Anda la yattafiku ma ta'alim al-Islam bidah hunaka quyud wa syurut laysa ala itlaqi intabihu man yakuni al-gina yajuz al-gina yajuz la hunaka quyud wa syurut laysa ala itlaqi intabihu Nur al-tariq walakin tariqat al-mughani al-mughani fi adahi bitakassur fil qawli wa ta'amul isara ma yajuz sunna syekh yang yakuluna Lalu kan al-mughani yang masalah mendayung-dayung kata لا يجوز الشيخ إذن هناك قيود ذكره الشيخ وبينما بعض الناس يقول قال الشيخ القرضاوي يجوز يأتي بإطلاق معنى الشيخ لم يكن بإطلاقه ونعوذ بالله نسأل الله العافية والسلامة يا إخوة من رأيت كثيرا ما بعض طلبة العلم يقعون فيه مثلا في إيجي عنده في طور جديد سايم لا إيجي صحيح إيجي الآن يجب إنستغرام عنده في طور جديد ما هذا ريلس ريلس هذا مثل تيك توك Jadi anda tulis video maka walaupun jadi ilzaman anda tulis yang ini background berkesir min ba'di tulab wa ba'di talibat anda adalah suat ta'amad jadi tatabu ini ada mula ini nanti fakat ra'i itu fi ini nama kata itu IG kenapa pasang real talibatun ma masalah pasang IG real semua musiknya ajib-ajib masalah ada batas sehat yang ini maka unia talibatun ilm Baik sih Akhoni talib ilm yahfadul Quran wa huwa imam fi masjidin ma begitu dilihat di IG reels-nya ini gerwad ini la ya saya minta bihu antum fi musal khamis alan kunu ala fiqhin kunu ala ilm wallahi inna man yakum bi jawazil gina yadu syurut fama balukum antum yani ya'ti bihada sama yajus ala itlaki hilal bal laysa kadhalik Saya Larafan, kemahal ke Larafan, Masya Allah, wujud sa'idah ini, Masya Allah. Baik. Izan ada huwa, ya ikhwa. Wa kana idan lahu ra'yun fi halki rihya, kana yara annahu minal kharahiyah lisa biharamin. Jadi, wa hada yukhalifu aglabu jumhur al-ulama. Jadi, faya ti insan yang berkata, dah basa, lianna si Yusuf yakul kanta. مثل هذا فنقول إيه ومرة أخرى لكل جواد قبوه يعني هذا من باب الإنصاف نحن يعني نحترمه نحترم قدر علومهم ومنزلتهم في العلم نحترم يعني علومهم وكذا لكن نحن لسنا معهم في بعض القضايا وفي بعض الأمور وهذا من الإنصاف أن نحترمه في بعض القضايا ولسنا معهم في بعض الأمور وبعض المسائل Fayan bagi lana ya ikhwa isyibab al-itibau dalil al-asah wa dalil al-aqwa lisa fakat minya tatabur rukhos ini fil gina na'ti biqawul Ibn Hazm wa Yusuf al-Qardawi di masalah ukhra na'ti bi ashal al-aqwal inda ahadil ulama masalah ukhra na'ti bi ashal al-aqwal idha mkul hada jadi tatabur rukhos fahada minaz zandaka kama yakulu salaf ini tatabur rukhosi من الزندقة نعوذ بالله ونسأل الله العافية والسلامة
طيب إلى هنا واضح يا إخوة؟ لا تستطيع أن تتميز أنا ليس على إطلاقه. أنا كنت أدرس هذه المادة إلى طلاب مستوى سابع الآن، فقال لي أستاذ أنا لما تحدثت مع الشخص فعرف أنني أدرس كتاب ليوسف قرضاوي هو يستغرب يتعجب بل أنه يسخر مني. يا كيف أنت تدرس كتاب ليوسف قرضاوي؟ قلت لا بأس أنا أستفيد من أي ثقافة داعية لا أعرف، لو كتاب مفيد في هذا المجال لماذا نستفيد منه ونستطيع أن نتبين له ما هو الخطأ وما هو الصواب وما هو الصحيح. نحن معهم في الحق ولسنا معهم في الباطل هذا. طيب الآن الخلاصة نشأته، أين ولد الشيخ؟ في أي مكان؟ في أي سنة؟ في مصر. جميل. في أي سنة؟ 1926. ما شاء الله طلبه للعلم. طبعا توفي أبوه وهو في أي سنة من عمره؟ سنتين. ويحفظ القرآن في أي سنة من عمره؟ دون العشرة من عمره. جميل ما شاء الله. ثم في وقت شبابه شجن عدة مرات حتى يهاجر إلى قطر. إذن سؤالكم لماذا هاجر الشيخ إلى قطر لا يسكن في مصر؟ لأنه قد سجن عدة مرات. جميل. وظائفه كان رئيسا وعميدا في جامعة قطر، وكان رئيسا للاتحاد العالمي. ماذا؟ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. جميل. هذه منظمة عالمية مشهورة. وإن لم أخطئ هناك بعض العلماء الإندونيسية ينتسبون إلى هذه المنظمة إن لم أخطئ. ابحثوا في جوجل لعلك تجدها. جميل. طيب علم كتبه طبعا تزيد عن 170. من يذكر لي ثلاثة من كتبه؟ الأول ما هو؟ الحلال والحرام في الإسلام. الأول والثاني فقه الزكاة. الزكاة. في خير أقليات المسلمة. بعض المواقف والأراء كان يفتي بجواز العملية التفجيرية، لكن في أي مكان؟ في أي دولة؟ في فلسطين. يعني للمجاهد الفتوى يعني للمجاهدين في فلسطين، ولا يخاطب من يعني يتبع جماعة إسلامية أو ماذا في إندونيسيا وما إلى ذلك. حتى لا يطلق عليك إرهابي وأنت تدرس كتاب لشيخ يوسف القرضاوي. لا يعني. نحن نستفيد منه من ناحية الثقافة إني في مجال الدعوة، وهذا المعنى. إذا كان له عرف الغناء كما قلنا أن الشيخ يفتي بجواز الغناء، لكن هل مطلق أم هل هو مطلقا أم مع القيود؟ هذا هو يأتي بالقيود ليس على إطلاقه، ليس مطلقا. هكذا يا شباب وفقكم الله جميعا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في جميع أمرنا وأن يسهل طريق الطلب العلمي وأن يجعلنا من دعاة المصلحين والعلماء الربانيين وأن يجعلكم يعني من الدعاة في تعليم اللغة العربية في كل مكان. استأذنكم يا إخوة وكم تفحون. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. روز بيتر